مرحبا بالزائرين. أطفأ القدر على نور نور بصره وعوضه بحنجرة ترتل القرآن أشجن ترتيلا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ولطالما كيف نفسه وأحلامه على غرار عجزه البصري وإمكاناته البشرية، فكان الحج بالنسبة إليه من سابع المستحيلات. صراحة ما كنتش بفكر، كنت بحلم. يعني كنت دائما يعني بفكر أقول يا يعني أبصر يا هل ترى يكون لي نصيب أحج. والله ما حدا بيعرف صراحة، إشي شعور لا يوصف. يعني بصراحة سعادة ما شعرت من قبل. يعني هذه المبادرة أشعلت النور في بصيرته وبعثت التفاؤل في نفسه من جديد، وما كان ليتوقع بعد أن يلتفت إليه أفراد مبادرون كهؤلاء من المجتمع الفلسطيني ويتطوع أحدهم لمرافقته في حجته إلى مكة. فإحنا لما شفنا أن هذا الإنسان محروم من أداء هاي الفريضة الأساسية وهي ركن من أركان الدين، فكرنا أنه ليش ما إحنا نساعده، فقمنا بهذه المبادرة. تجربة شخصية ترجمت إلى مبادرة لخدمة المكفوفين بأداء مناسك الحج، فما مر به هذا الشاب جعله يفكر بإفادة أكبر عدد ممكن من المكفوفين في الأراضي الفلسطينية. وتفاجأت بإنسان كفيف بناشد عن إذاعة صوت فلسطين إنه هو بحاجة لإنسان يرافقه. طب الحمد لله رب العالمين، ربنا أعاني إني أصطحب هذا الكفيف مع شقيقتي، وقدمت لكل التسهيلات في موسم الحج. ومن هذا المنطلق حبينا إنه نساعد هذه الفئة المكفين المهمشة في المجتمع. في عامها الأول نجحت المبادرة بإرسال 6 مكفوفين مع 6 من المتطوعين، كما تسعى في السنوات المقبلة إلى زيادة الحجاج المكفوفين لتشمل المبادرة أكبر عدد ممكن من مكفوفي الأراضي الفلسطينية. بعد أن كانت تأدية مناسك الحج يكتنفها الكثير من المشاق على نور، اليوم أصبحت أمراً قريب المنال، فهذه المبادرة تساعده وأصدقائه المكفوفين في الأراضي الفلسطينية على التطلع لأداء الركن الأعظم بكل يسر كغيره من عامة الناس. من الخليل لليوم على الحرة، مرام مصلح.